يا ربي دابا هاد الكوزينه منين غنبدا؟ ما عارفه لا منين غنبدا لا منين غنسالا. غندير دابا ما عارفه والو. اوف كيف دير؟ وبداي طبليبي شفت الكوزينه باقي كاع ما تجمعات. ما عرفتش غندير مسكينه، ما عرفتش غديري. شوفي شنو هادشي هذا؟ يا قلت لك خملي وجفي وغسلي الماء عاد ما تغسلوش. شنو بغيتيني ندير لك؟ ما نقدرش انا ندير هادشي كامل. كيفاش ما تقدريش ديري هادشي؟ قاد على تقدي هادشي هذا وتزوقي ليا راسك. عجبك هادشي؟ ولكن هادشي راه بزاف كثر عليا، واش انا غنقدر نخمل الدار؟ ياك بنتي فمك بعدا لحسو. صافي واخا انا غادي ندير هادشي اللي قلت. وسمعيني نقول لك واحد جوج كلمات، غنبقى الماعن مغسلوني مزيان. بغيت غير نعرف علاش كتعاملي بحال هكا، وانت عزيزة عليا بزاف وكنحس بك بحال ماما. الله 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 تقطعي في القلب. ماما ما تقوليش لي ماماك، انا ماشي ماماك، ماماك هي اللي خلاتك عندي هنايا. كاينه شي ام كتخلي بنتها عند شي مرت الاب؟ ما كايناش. ما فهمتش انت هاد الام عندك كي دايره؟ لا الله. وشوفي دابا انا مع هاد الهضره هادي زايده ناقصه. كملي هادشي اللي قلت لك، ومن بعد مني ما غنبقاش. عرفتي دوك الطبيعات اللي خليت فيك داك النهارات، غنعاود وحدين اخرين في الجهه الاخرى. يعني انا ماما ما خلاتنيش غير هي حيت خارجه من الخيريه وفقيره، داكشي علاش. هاي 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 تسرح لك اللسان امك، الو الزين صافا اختي. انا يلا جيت عند ديك ختنا باش ندي بنتي. دابا المشكله اختي ما بغيتش نتلا حتى نعيط على حمزه، راك عارفه. لا ماشي على قبل شي حاجه، بس عارفه صاحبتي يكونوا بوحدهم وما ما جاتش غير نجيو ندق عليهم، مش فهمتي انا نعلمو بعدا. صافي واخا يلا واش داك الكاطي اللي كتعجب ساره؟ يلا بينا. تخيل تجاوبني هي، جاوبني نيت داكشي اللي باغي. الو حمزه فين؟ بخير. قول لي انت كاين في الدار؟ جيت على قبل البنت ديالي. صافي ماشي مشكل، صافي اجي اجي غتكون واجده ان شاء الله. صافي يلا اجي مرحبا. يلا شيما واتشي في الفا ويا تشيما هادي ما كتعرفش تسرسر قدام البنت. هي واش غديرها ودارها ولا تعيط لي شي حاجه؟ وعلاش باقي كاتب سميتها؟ واش راك كتب عليها؟ لا ما خصهاش اصلا ندخل النمره، ورا بنتها راه بنتي عندها. واش ندخل سميتها؟ واش شي لاباس؟ اي واشنو بغات؟ بغات بنتها وجدي ليها بنتها غتجي ديرها ونبقاو حنا راسنا نخرجوا. ايوا راه بنتها راه واجده. ايوا عارفني مع بنتك راه بحال بنتي. ان شاء الله باش تكوني شتي هاي تكون عندنا وليدات ان شاء الله. انت هم قلقه قديمة. سير سير وجدها سير. والله الا واجده ومقاده امورها مزيانه، غير تسنى تجي هاد العقروشه ديال الطليقه ديالك. سيري وجدي الدريه ويكون خير ان شاء الله. يلا سير صافي. سمعي نقول لك واحد جوج كلمات، انت غتمشي عند امك اقسم بالله العلي العظيم، وانا عارفك مشيتي قلتي ليها كضربني ولا كتنتفني ولا كتعذبني ولا كتعطيني الشقه ولا هادي ولا هادي ولا هادي، عاودني منك صافي. والله تنزيد نقتلك ندبحك. سمعتيني؟ سمعتي. يلا زين اختي راك الفن انت تبارك الله، وتلقي شعرك باش تباني زوينه. تلقي بلاتي يا اختي. هاني برك شدي الباب، غتهبسوا الباب. وعليكم ومثلوها. حدك تما اختي؟ نعم. اش ما عرفتينيش؟ لا عرفتك مزيان ويلي. وعلاش جبتي لي حدك تما؟ ما تدخليش عندي لداري. انا اصلا ما نويش ندخل، انا جيت ندي غير البنت. ولا عرفتي اش ديري؟ دخلي دخلي صداع نيت. اوكي نخفي هنا ما تدخليش لداخل. هذه راه قال كانت داري قبل ما تكون دارك. ايوا كانت دارك اختي، دابا راه ولات داري. اش غنعيش بخير؟ صافي حبيبي ديالي. اختي بغيت نعرف حاجه وحده، منين باغا بنتك؟ سر سري عندي في قدام الباب، ماشي تعيط لي لراجلي. انا عيطت لراجلك حيت اليوم الويكاند ديما كتبغيو تخرجوا معاكم البنت، داكشي علاش بغيت نعرف واش البنت تكون مساليه ولا لا. ايوا واخا ما
ماشي مشكل. دابا شنو بغيتي تقولي شي حاجه قبل ما نمشي؟ انا بغيت نقول لك اختي هذه المره بغيتي بنتك تسري في الباب ما تبقاش تعيطي لي على راجلي. حيت انا ما نقدرش نجي لشي دار وانا ما عارفاش شكون اللي فيها واش كاينين ولا ما كاينينش، خاصني نعيط لحمزه باش نتاكد. سيدك حمزه راجلي انا ماشي راجلي خويا حمزه. مزيانه دابا مزيانه انت مزيان يلا دابا الحباب شي نقول واحد الكلمه شي انا وحمزه علاقتنا بحال خوت كان راجلي دابا ولا غير الطليق ديالي كون كنت مازال باغيه اولا هو مازال باغيني كاع ما كنتي غادي تكوني اصلا وكاع ما باغيك باغيني انا كيفاش مازال باغيني ولا هاد الهضره هادي خلي عندك سير 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 خير نعرف كيفاش حتى صابر عليك والله اي واحد كيبغيني اختي انا ماشي بنت الخيريه بنت دارنا حيد يدك حيد يدك يلا يلا الى جا حمزه قولي راه جات شيماء تخاوتي دو معايا بشويه راهي حيت نشوف المشكل فين كاين انت هاك تخاوتي مال سبزتني قالت لي شويه صحي لي شويه تنفسي صحي لي شنو المشكل سبزتني 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 جاي عندي تلقى نظري سلمي لي على سي حمزه وقالت لي ودابا انت كدي على هضرتها واش دابا انت مني تكدي على هضرتها ما تكونش كدي على هضرتها اصلا انت اللي كتهضر معاها واش دات بنتها؟ واش دات بنتها؟ واش دات بنتها؟ واش دات بنتها؟ داتها السلام عليكم دابا حنا بقينا براسنا باش نخرجوا نضحكوا ونشطوا وتشي بالك ليا استفزتني ولا دارت لي سيري بس واش قبل ما يكون تصنت قالت لي قبل ما يكون راجلك راه كان راجلي وسيري لبسي حوايجك ما تبقيش تسوقي لها ويلا نخرجوا يلا اليوم راه عارض عليك يلا نوض ويلا نوض ويلا نوض ويلا وصافي وصافي ما عندك يلا ما نمشي الصراحة ما كرهتش ماما نبقى عايشة مع بنتي بوحدك وي على الحبيبة ديالي علاش باباك وماما كانوا جديدة ما فرحانش معاهم لا ولكن كون غير تصالحتي مع بابا ورجعتو وبقاو عايشين بثلاثة أود بنيتي اش نقول لك كون كان الخير في زواجنا كون راه كملنا كاع مكتابين انا بغيت نبقى عايشه مع بنتي وانا الحبيبه ديالي ولكن قولي يا بنيتي ساره واش باباك ما كيتعاملش معاك مزيان لا بابا كيتعامل معايا مزيان ايوا وعلاش انت مقلقه الصراحه مرات بابا كتبقى ديما تضربني وتقول لي شقاي ودير لي بزاف ديال الحوايج علاش علاش عاودي شنو قلتي ديما كتضربني كتبقى تقول لي شقاي غسلي المواعين جمعي الدار كوثر كتضربك اه ايه كتبقى تقول لي ما تقوليهاش لماما كتبقى تقول لي الا قلتيها لماما غنضرب وهاد الهضره قايلها لباباك ولا لا لا ما فراسو وعلي فاش كتضربك وفين كيكون ديك الساعه كيكون يا اما في البيت يا اما كيكون في الخدمه على واصلا يقدر يهضر قدامها راه كيبغيها واخا كاع يشوفك كتضربك ما غادي يقول لها شي حاجه هادشي شنو انا اللي عارفه كيفاش غادي نتصرف معاها ولكن حسنتي هاد المره الا ضربات قوليها لباباك باباك ما يبغيش الحقره صافي نحسب نيتي دابا نحسس راه غدا تكون معاها الهضره كتضرب ليا بنتي كنتي تولدي فيها واخا يا كوثر جاب لي الله من ندوز ليك سلام شيماء لاباس الحمد لله كوثر بغيت نهضر معاك مرحبا الله يا ودي البارح البنت فاش باتت معايا مال البنت ساره مالا قالت لي شي هضره وانا بغيت نتاكد منها وليش قالت لك قالت لي بلي كتغوتي عليها وكتضربيها والمعامله ديالك شويه خايبه كنضربها وكندور فيها واصلا الا ضربتها ضربتها على مصلحتها كاين شي اشكال اي ام كتربي بنتها هي ماشي بنتي من كرشي ولكن مربياها اسمعي كوثر كاين فرق كبير ما بين مرت الاب وما بين الام الحقيقيه انت الا ضربتيها راك ما كتضربش على مصلحتها ودابا الا انت كتهضري على المصلحه انا غنضمن المصلحه كان عليك ما تخليش بنتك كوثر واش حمزه معاودش لك القصه لا ما بغيتش اختي نعرف انا نهار بديت مع حمزه صفحه بيضاء سمعي انا ما تخليتش على بنتي
حيت حمزه ميسر عليه، انا راني غير بنت الخيريه، انا راني غير كنتلوط في ديور الكرا، داكشي علاش انا سمحت في بنتي، سمحت حيت ما عندي ما نوكلها، انا ما غاديش نقدر ندير لها بيته بوحدها، ما غاديش نقدر نقرا في احسن المدارس. دابا صافي كلامك، بغيت زعما تبقاي فيا ولكن ما حرك فيا والو. شوفي كوثر، انا ما جيتش نقول لك هادشي، انا جيت ديك البنت ما تبقيش قربيها، البنت اللي الكامل ما قدرتش تنعس وليتي كتخوفيها. ماشي مشكل، دابا نطبطب عليها بحال ماماها صافي. راه حسنتي شي نهار غادي يكونوا عندك الوليدات، وطلبي الله ما تموتيش ولا تطلقي من باهم باش ما يوليوش يتلووا على عيله الاب. واخا ها هو خديت صوره خايبه على عياله الاب، اما انا كان عندي كنت مزيان. المهم واخا دابا نقرب النصيحه الله يعاون. ماكي مديره، عاودي قربي لبنتي وديك الساعه تشوفي شنو ندير لك. سمومه طلبي تحم زياديك حمزه في الطوموبيل الاخر مشي سدي الفرصه رياض. حمزه لبس عليك نقدر نطلع؟ لا ما بلاش انا مزال عندي صباح. شفتك وقلت نجي نهضر معاك. شنو نهضر هنا؟ لا ما في شي عيب. لا كنت غير بغيت نقول لك بعد اش خطاره كيدايره كوثر؟ لا كلشي بخير. بديتو في المشاكل ولا باقي؟ لا الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل دابا هاد الساعه. المهم حمزه بغيت نبدا الهضره. شوف البارح فاش بصيت عندي البنت بدات عليا ما كرهتكش انت وبابا وترجعوا، انا قلت لها لا وكذا، ولكن قالت لي بلي ماما ما كتعاملهاش مزيان يعني من مرا صبار، وانا قلت لها تهلاي فيها وعامليها بحال ماما وكذا، ولكن راه كتعدى عليها كوثر. انا كنتاق في كوثر ومربيه احسن تربيه. كتاق في كوثر حتى انا كنتي كتاق فيا، وفي الاخر اتهمتيني بالخيانه وطلعت غير مظلومه. مرتك راه كتضرب ليا بنتي وانا ما غاديش نسكت على هذا الشيء. هادشي اللي كتقولي لي الماضي فات، اللي فات فات، دابا انا دابا تنتاكد من كوتشر ونعرفو شنو كاين، دابا سمحي لي خليني نمشي لحالي. اه الله يعاونك. امين. سلامة، بعد التليفون. فلت احسن راجل، قال لك الماضي مات، غير قولي انا كيفاش غادي نقدر ننسى هذا الماضي هذا. قلت له حرام ديال كوثر. صراحه البروشه كانت كتشالي ليا الصعره، كاع ما كنت كنغسل الماء يعني وليت نغسل الماء يعني. كوثر نعم. اجي نقول لك ما تلاقيش مع شيماء قبيله. اش كدير مع تاني؟ قلت لك كضربي بنتها. اش كندير؟ كضربي بنتها قالت الصباح ولا نقاتل معاها تنقول لها راه ما غاتقدرش تضربها ما غاتقدرش. واش انت منيت كنت غاتيق هذا الشيء؟ وما تيقش داك الشيء علاش جيت سولتك؟ انت عارفني انا الا قربت ليها ولا ضربتها ولا درت لها شي حاجه بحال هكا ماشي شي ضرب. هادي هذيك ها باش تسمع باش تسمع الهضره باش على اللي خصني نربيها راه بنتي على اللي خصني نضربها. دابا هي راه مشات عاودت لها كلشي قالت ليها راه كتضربني وكدير ليا وكتفعل ليا وانا غنضرب ماشي ضرب خي. دابا انا واش انا كنربي بنتك وفي الاخر تقول لي انا اللي بنتي اذا شنو؟ دابا شوفي انا عارفك ما غاديش تضرب هاد الضرب خي، ولكن شوف البنت اش عاودت لما ما راه جات من الصحي كتغوت عليا. منين وليتي كتقول لي انا اللي غنربيها؟ انا ماشي كنقول لك عليك انت، هي دابا كندوي على هذيك السيده اللي جات من الصباح وهي كتغوت عليا. ولكن شوف انت شنو كتقول لي؟ خليها تغوت عليا على بنتها. تغوت هنا؟ اه. ايوا الا بقات فيك شي مراني بحالك وخاص الحمد لله سي عبد الخالق اللي كمل المعنى. كان شي حاجه بنتي انا نجي نربيها، انا اللي عارف انا اللي باها انا اللي غندوي معاها. كان شي مشكل انتي على راسك عارفك دايره الخير وكلشي. شوف صافي بارك عليك من هاد الماء انت ديما تخدم. صافي صافي عافاك عافاك صافي دوش معاك. عافاك ما بغيتش نهضر معاك حمزه، دابا خليني نكونكي مع راسي ملي عارف. يلاه تكالمي وانا غنجي نرجع لك شويه ونرجع لك. شي ما لقيت فيك البعلوك راني بحالك لما قربت لك عظامك ندار ضمك. والله انا كملت هاد الماء انت
كتلعبي سمعي خارج انا وباك دابا ياك عندك يقول لك يلا وتقولي لي يلا لا ما تخرجيش معايا انا لا هو خرجتي مع امك خاليني ناسي داكشي اللي درتي لا ما نفكرك فيه يقول لك يلا ما قديتش بابا عندي شي حفاضه خصني نكملها هودني منك ماشيني تقفك وجه الله دمع تمسيح سارة نعم ماك مازال ما وجدتي حوايجك لا بابا ما بغاش نمشي معاك ها ما بغاش نمشي معاك مالك اش بك لا راه مريضه وزيد غدا عندي شي حاجه خصنا نراجع نشوف شي كده مريضه خاصك الدواء لا ها ما خاصك والو والو ايوا صافي عرفتي اش غديري غتنزلي هاد الحال وتقولي شي حاجه الا بغيتيها وفاش نرجع راه نجيب لك شي حاجه معايا صافي يلا سيري بسلامه كلام ماما قالت لي متبقايش تكذبي على بابا ولكن انا كذبت عليه كان عليا نقول ليه بلي راه كوثر هي اللي مبغاتش تخلينا نخرج معاها دابا هما راهم خارجين ناشطين وانا جالسه هنا بوحدي وفي الشور حسنا على ماما الو ماما عافاك اجديني دابا راه هما خرجوا خلوني انايا في الجور شربت جوج العصيرات ولكن باقي في الجور عافاك اجديني دابا عافاك يلا اير معام اختي علاش معيطه ليا فاش باغا تهضري معايا شنو اختي منيتك واش انتي شويه لاباس واش وليت كنبان لك في واقله في المنام انا قدام الزنقه جي عندي ما غطلعيش لداري واخا هاني كنتسنى واش هادي مرضتني في حياتي هادي مرضتني في حياتي هي اللي هي ديك البروش ديال بنتها حيت انا غادي نتخاوت اجي الحضور قدام العماره اش بغيتي عندي بعدا سمعي كوثر سمعي نقولك واحد الكلمه شي انا ديري فيا اللي بغيتي ولكن بنتي راه نقصوا على القبله حيت عارفك اصلا شمكير هذاك الشيء علاش اي اختي انا على قبل بنتي بنت الخيريه اش كيكون فيهم اش كيخرج منهم سمعي ملي كنت واقفه على الطلاق انا وحمزه وانت كنتي كتعارفي معاه ما قلت لك حتى شي كلمه حيت انا هذاك السيد ما بقاش كيهمني ولكن بنتي كوثر راه والله حتى ندير فيك شي جريمه المخزن ما كاين في البلاد اللي غديري جريمه تقتليني دابا شنو بغيتي انا ما بغيت منك والو الا ديك البنت ما كنتيش قادره عليها قوليها لراجلي اولي انت كتبغي زعما بغيت نقول شنو راجلك كان راجلك بغيت نقول راجلك راني عارفك حط عليه العين كوثر ما تضحكيليش اصاحبتي واش منيتك انا داك السيد كنت حاط عليه العين راه ما غدر نرجع معاه كوثر هادي غير كذب على راسك كذبه وكتيقيها راجلي ما عمرو رجع لك كوثر جيت لعندك على واحد الموضوع ما تقيش قلبي الموضوع انا غراضي ببنتي اما داك الراجل ما كيهمنيش يلا واخا شنو بنتك مالها بنتك ماضية فيها اي لا ما قدرتيش على بنتي ساهله غادي تقولي لداك السيد بنتك ما بقيتش باغيها ردها لامها اولي حد انتي كتبغي تبيني لي زعما كيضربك الام المثاليه بصح انا الام المثاليه شوفي كنقسم لك فمي بالله الا انا غراضي غير ببنتي كتفهمي ولا لا اما انا داك السيد راسي اللي سمعاه شحال هادي من نهار اللي اتهمني بالخيانه ما بقى عندي ما ندير به ايوا جري عليا اختي بنتك وسيري بحالاتك انا ما غنقول ليه والو قولي لبنتك تقول ليه بغيت نبقى مع الام الصالحه عرفتي اش غادي ندير انا غادي نمشي عنده وغادي نعاود ليه هادشي كامل وسير عوتيني عمري ليه راسك خلعتيني عندك البنت الحرام تمشي تعاود ليه شي حاجه ولا تقول ليه شي حاجه والله حتى نقتلها عندي شيما مالا عاوتاني قالت لك حمزه والله لا بقالك واش دابا انا مخرجاني من الخدمه باش تقول لي هاد الكلمه حمزه واش يبقى لك واش مجوج بك انت ولا مجوج بها هي
حمزه ما تقولش لي انا هاد الهضره هذه ياك اول حاجه واش دابا وثاني حاجه خليني نهضر حمزه ما تقاطعنيش الله يرحم لك الوالدين يلاه كملي ثاني حاجه هاد الدريه هادي طلعت لي فراسي لا هي لا بنتك واش انا غنقرب لبنتك غنطلقها غنضربها ما يمكنش دابا شوفي دوينا هذيك لقينا الحل دويت معاك ودابا مخرجاني انا من خدمتي طرفت خبز الوحيد اللي عندنا ها انت تصنت لي حبيبي عافاك انا نضرب كالم راه دابا شوفي انت غنوليو خارجين من الخدمه غنوليو في المشاكل عاوتاني اكثر من هكا انت تصنت لي دابا قالت لك انا كنضرب بنتك كندير لها ياك قالتو هادشي قالت زيد حمزه هي راه ماشي غرضها بالبنت غرضها بك عطيني عقلك وسير معايا على داكشي اللي كنفكر به زيدي الا كان هذاك راه هو هذاك شوف غتمشي عندها غتقول ليها هذا غدير لها بحال واحد غير واحد التجربه غتجربها غنشوف واش نيت بصح باغاك انت ولا باغا البنت ولا عينه في البنت غتقول ليها شوفي انا بغيت نرجع معاك الا قالت لك اه عرف راه السيده ماشي عينيها في البنت عينها فيك الا قالت لك لا عرف راه فعلا انا اللي غلطه وانا عارفه راسي ما غلطاش تتحمل المسؤوليه نتحمل مسؤوليتي صافي شو كي خلاتني كنترعد انت عاود صرات وعند المره الجايه قلت الناس عمرك برصتيني على الخدمه نكون خدام كان سالي ونجي للدار نبدل حوايجي ونتعشى ونريحو وعاودي ليا كلشي شنو كاين اما باش تخرجيني بقى لا خويا اسمح لي راه غتخرجي عليا من خدمتي وغنوليو في المشاكل هادشي اللي كنقول لك صافي انا غادي بحالاتي المره الجايه دابا حتى الليل ونطلق حتى الليل انت توصل انا ما قدرتش توصلني حمزه واخا ورا دابا انا خدام يلا خرجاني من خدام خدام كتصنع ليا ما عرفتش شنو اجي نشوف بعدا نتيستي ليك شنو كانت قالت لي كوتشر لا ربما تكون كوتشر على حق اجي نعيط لهاد شيماء الو فين شيماء بخير اش كتعاودي بخير لاباس عليها الحمد لله كلشي بخير اجي جبل لك نخرجوا اليوم ضروري بغيت نقول لك شي هضره نتلاقاو في شي كافي ماشي مشكل ها باش غدير انا ندوز عندك في البلاصه القديمه صافي ان شاء الله يلا سير انا واحد 20 دقيقه ندوز عندك يلا سير اجي نتيستيو دابا نشوفو علاش مطويه جاي هادشي كامل خاطر الطريق ونقول لك واش وقع مشكل بينك وبين كوتش عرفتيها كانت كضرب لينا بنتنا ياك هذاك الشيء راه واش واش غندير الله يهديها ودابا شنو واش تقبل ترجع معايا كوتش واش دابا بصحة حمزة ما كتكذبش ما قلت لك واش دابا قلت لك تضحك حمزة انا موافقة عرفتي شنو انا اصلا ما نسيتش العلاقة ديالنا وما كرهتش نزيدو لولدي على داك سمعي دابا راه ماكش واك انت ستيفك راه ما كاين من غير كاوتشر ابغيت نطلعك من المره قالت لي كاوتشر هذيك النهار شوف راه كتقلب عليك